نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان والتي نبداها بالشان السوري، حيث يلتقي مستشار الامن القومي الامريكي جون بولتون مساء اليوم مع رئيس الوزراء نتنياهو قبل توجهه الى تركيا غدا الاثنين، وذلك لبحث القرار الذي اتخذته الاداره سوريا. وتاتي زياره بولتون للتمهيد لجوله سيبداها وزير الخارجيه الامريكيه مايك بومبيو نهايه الاسبوع المقبل، وتشمل مصر والاردن والسعوديه والامارات وعمان وقطر والكويت. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم الينا هاتفيا من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي استاذ العلاقات الدوليه. دكتور عبد المسيح، كل عام وانتم بخير. كيف تعلق على هذا الخبر وهذا اللقاء الذي يجمع بين بولتون ونتنياهو؟ كل عام وانتم بخير. بدايه نتمنى سنه جديده مليئه بالخير والطمانينه والسلام والمحبه اولا لشعب مصر الحبيب ولكل البلدان العربية في الأيام القادمة. طبعا لا شك أن هذه الزيارة زيارة تتسم بأهمية كبيرة، خصوصا وأن هذه الزيارة تأتي كما يعني تفضلت في المقدمة بعد قرار الأمريكي بانسحاب من الشمال السوري. طبعا هذا تطور مهم جدا، هذا يعني بشكل أو بآخر أن الأزمة السورية دخلت في مرحلة جديدة من الحل. أعتقد أن هذا سوف يخفف كثير من عوامل الصراع وعوامل الاحتقان وعوامل وأسباب ربما المواجهة بين كل الأطراف. وأعتقد أن هنالك توجهات واضحة جدا عند الإدارة الأمريكية وأيضا عند القيادة الروسية وحتى في عند كل يعني الأطراف الفاعلة حقيقة في الموضوع السوري. وطبعا يعني طبيعة هذه الزيارة أو ربما مراحل ومحطات هذه الزيارة تشرح إلى حد ما جزء كبير منها، وهو أن بدأت ربما في إسرائيل وسوف يكون هنالك أيضا زيارة لاحقة في تركيا. تركيا طبعا تعتبر أيضا يعني من الدول التي لها دور بشكل أو بآخر في سوريا. هذا الدور ربما لا ينسجم مع التوجهات أو يعني فيما يتعلق في حل الأزمة. إلى حد ما تركيا تلعب دور تصعيدي بالآونة الأخيرة، ولذلك أعتقد أن هنالك توترات واضحة جدا في العلاقات بين أمريكا وتركيا، وهنالك بالمقابل ربما يعني اتفاق حول طبيعة وشكل الحل في سوريا بدأ يتضح بشكل واضح جدا، أو ربما يعني إرهاصاته بدأت تظهر على العيان من خلال الانسحاب. وبالتالي أعتقد أن هذه الزيارة هي لتخفيف الاحتقان بين تركيا وبين أمريكا، وبشكل أو بآخر وضع بعض النقاط فوق الحروف، يعني كما نسمع وكما نشاهد من خلال الأحداث ومن خلال ما نسمع من كواليس أيضا كثير من المطابخ السياسية في المنطقة وفي أوروبا. أعتقد أن الصفقة النهائية ربما الحل النهائي أعتقد أنه أصبح موضوع على الطاولة، وهنالك اتفاق على الخطوط العريضة، هنالك ربما بعض التفاصيل بحاجة إلى شرح بين هذه الأطراف، وهذه الزيارة ربما تأتي في هذا الإطار. كل هذه الدول التي سوف يزورها بولتون هي دول مهمة ودول فاعلة ودول لها دور يعني دول لها دور في الحرب في سوريا، وبالتالي أعتقد أن التنسيق أمر طبيعي، وهذه الزيارة ربما تكون مؤشر إيجابي وليست سلبي. نعم، البعض يقرأ في هذه الزيارة زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة وزيارته لثمانية دول عربية أنها تأتي في إطار طمأنة الحلفاء العرب وفي منطقة الشرق الأوسط بعد قرار الرئيس الأمريكي أو نية الرئيس الأمريكي للانسحاب من سوريا. تماما، يعني هي طبعا تأتي هي فعلا تأتي في هذا الإطار. هنالك يعني على مدى السنين الماضية كان هنالك مشروع بشكل أو بآخر يعني قائم تتزعمه وتقوده أمريكا، وهذا المشروع اليوم هو على مفرق طرق، هو على تحول يعني على كبير في التوجهات في خارطة أيضا يعني السياسة وحتى على مستوى الميدان. وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر بحاجة إلى تنسيق يعني بين الأمريكان وبين حلفائهم، خصوصا وأن هؤلاء يعني الحلفاء بشكل أو بآخر كانوا أيضا يعني لهم دور أساسي فيما يجري. وبالتالي كان هنالك في البداية إلى حد ما يعني عامل مفاجأة أو يعني من خلال الموقف الأمريكي بالانسحاب بدون مقدمات يعني مباشرة، كما نعرف أتى هذا القرار قرار مفاجئ. وبالتالي أعتقد أن أيضا فعلا تأتي لشرح
أمريكا بشكل كما نعرفها، يعني أعتقد أنها لا تأتي بهذه القرارات بشكل يعني غير مدروس. أعتقد أن هنالك ما يبرر وهنالك ما يفسر هذا الموقف، وربما يكون هنالك تنسيق، ويعني وليس ربما، أعتقد أنه بالتأكيد هنالك يعني تنسيق مع دول، مع الجهات الرئيسية الفاعلة في الأزمة السورية كروسيا، حتى سوريا، كأيضا الاتحاد الأوروبي. هذه الدول، هذه الجهات الفاعلة، أعتقد أنها أيضا بشكل أو بآخر شريكة في هذا الحل، شريكة في التوجهات الجديدة التي بدأت تظهر على الأزمة السورية. وبالتالي أعتقد أنه فعلا ربما يكون هذه الزيارة هي في إطار شرح وجهات النظر وتبرير وإعطاء المبررات للانسحاب الأمريكي من شمال سوريا. نعم، بخصوص هذا الانسحاب، هل تلمس تراجعا من ترامب من خلال تصريحاته بعدما أقر أو بعدما ذهب إلى أنه سوف يبدأ الانسحاب فورا، لكنه تراجع عن الانسحاب الفوري إلى انسحاب مشروط ربما، أو انسحاب بشكل جزئي؟ يعني أنا أعتقد أن هذه السياسة، يعني الأخذ والجذب والشد والرخي، أعتقد أنها أصبحت اليوم أحد سمات السياسة الأمريكية الخارجية اليوم. يعني أعتقد أن التصريح الأول والقرار الأول كان من باب جس النبض، يعني وضع النقاط على الحروف بشكل مباشر، يعني وضع الناس أو هذه الدول الحلفاء وغير الحلفاء أمام الفكرة أو أمام الموقف كما هو، وفيما بعد تقوم أمريكا بإدارة هذا القرار أو بإدارة كما، يعني إدارة الأزمة، افتعال الأزمة أو افتعال الحل هو ضمن السياسة الأمريكية التقليدية، وخصوصا في العقود الماضية. وبالتالي أعتقد أن القرار بالانسحاب هو قرار أمريكي واضح، ولكن دائما أمريكا تحاول بشكل أو بآخر اللعب على التفاصيل وإدارة هذه التفاصيل بشكل أو بآخر. هي قضية لن تكون سريعة، أعتقد الانسحاب لن يكون فوري، ولكن هي تعطي التوجه العام، تعطي الانطباع العام الذي اليوم تنوي بشكل أو بآخر المضي به. هذه السياسة الأمريكية التقليدية كما عدناها، وبالتالي أعتقد أن التوجه أو القرار بالانسحاب هو قرار بشكل بإطاره العريض، في خطوطه العريضة، أعتقد أنه اتخذ. ولكن اليوم أمريكا تحاول بشكل أو بآخر أيضا إدارة تفاصيل وإدارة هذا الانسحاب بشكل تكتيكي، دون أن يكون هنالك تسرع ربما في هذا القرار، ودون أن يكون هنالك أيضا يعني خسارة كبيرة لها، خصوصا وأن هذا الانسحاب لم يأتي على خلفية يعني نجاح لمشروعها في المنطقة. نعرف أنه يعني هذا الانسحاب أتى نتيجة بشكل أو بآخر فشل المشروع الأمريكي في سوريا وتراجع المشروع الأمريكي في المنطقة، وبالتالي أعتقد أن هذا الأمر لن يكون بالسهولة التي يتوقعها البعض. هي عملية إدارة للحل، إدارة للتراجع، ولكن على مدى ربما يعني ليس طويل جدا، ولكن أيضا ليس بالقصير كما ربما يتوقع البعض. نعم، الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، كنت معنا هاتفيا من بيروت، حدثتنا عن زيارة وزير الخارجية إلى المنطقة وإلى الشرق الأوسط. للمزيد أيضا حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا الدكتور سومر صالح، أو الدكتور محسن حزام عفوا، المحلل السياسي السوري. دكتور محسن، نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز. وزيارة وزير الخارجية إلى 8 دول في منطقة الشرق الأوسط بعد قرارها أو قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الشمال السوري، في أي سياق يمكن أن تضع؟ المنطقة تصب بنفس توجه القرار، يعني عفوا الرئيس الأمريكي ترامب حول الإعلان عن انسحاب القوات السورية من شمال شرق سوريا. أنا لي وجهة نظر في هذا الموضوع الحقيقة بالنسبة لمسألة الانسحاب. تفضل. يعني هو قرار تسرع في ترامب باتجاهين، الاتجاه الاول في عدم اعلامه يعني ادارته داخليا، وخاصه تسبب في يعني استقاله وزير الدفاع الامريكي. والمساله الثانيه يعني هو يطرحها من منطق تخفيف الاعباء على الحكومه الامريكيه بمزيد من صرف الاموال في المنطقه وخاصه في سوريا.
الحاصل على الأرض عمليا ليس كذلك. يعني هو ما أجرى الرئيس الأمريكي في الشمال السوري، وخاصة تبدى ذلك في زيارته لقاعدة الأسد المفاجئة في العراق بدون استئذان حتى للحكومة والسلطات العراقية، وهذا أنا بعتبره شخصيا انتهاك للسيادة مارسته الإدارة الأمريكية بشخص ترامب من هذه. نعم، رغم أن الإدارة العراقية أو الرئاسة العراقية أو المسؤولين العراقيون قالوا أنها كانت بترتيب مسبق بين أمريكا والعراق، على كل البعض أيضا ربما يلحظ تناقض في هذه المسائل، مسألة انسحاب الولايات المتحدة من سوريا. البعض يقول أنها بالفعل سوف تنسحب من سوريا، لكنها في الوقت ذاته هي تعلن أنها سوف تنشئ قاعدتين عسكريتين في العراق. هل تلاحظ تناقض في هذه التصريحات أو هذه الأفعال؟ أنا كنت بدي أستكمل نقطة. يعني هو الواقع على الأرض ما تم عبارة عن تبديل تموضع للقوات الأمريكية، ليس إلا يعني استبدال بعض القوات بقوات أخرى داخل شمال شرق سوريا، علما هو اليوم جد الإدارة الأمريكية من خلال يعني توجيهات ترامب لبناء قاعدتين في أربيل، قاعدتين وتزويدهم ب يعني المعدات العسكرية اللازمة لتلك القاعدتين، والهدف من ذلك هو موضوع إيران حصرا في هذه المسألة حتى يكون في أقرب نقطة لأي احتمال ممكن أن يصب في اتجاه منع التمدد الإيراني، إن كان في العراق وإن كان في استمراره في البادية السورية إلى الجنوب السوري إلى المياه الإقليمية. وهذا نحن نعرف بأنه هدف إيراني تعمل عليه إيران منذ فترة طويلة إلى هذا التاريخ، ووجود أمريكا فعليا كقوات عسكرية لا زالت موجودة ولا زالت تضع يدها على النفط والغاز في الشمال الشرق السوري، وبقوتها التي لا تتجاوز 2000 عسكري لهذا التاريخ مع كثير من نقاط المراقبة التي لم يتم أي تغيير فيها. علما القرار لما اتخذ أراد أن يجعل له مروحة في الحركة وهي بين 60 و100 يوم، ولا زالت يعني وزير الخارجية الأمريكي من خلال زياراته يعني يروج لهذه القضية ويريد أن يرسم مسار جديد في المنطقة من خلال الرؤية الأمريكية. نعم، دكتور محسن حزام المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك، حدثنا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي إلى دول المنطقة، والمزيد أيضا مشاهدينا الأعزاء حول هذه أو هذا الموضوع ينضموا إلينا عبر خدمة سكايب من حمص، السيد يعرب خربك المحلل السياسي السوري. سيد يارب نرحب بحضرتك على اكسترا نيوز وكل عام وانت بخير. زيارة وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو التي يبدأ باسرائيل ثم يزور عدد من دول المنطقة ربما تأتي بعد قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب الانسحاب او انسحاب القوات الامريكية من الشمال السوري، هل ترى ان هذه الزيارة تأتي لطمأنة حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، طمأنتهم بشأن محاربة الولايات المتحدة او حرص الولايات المتحدة على محاربة الارهاب واستمرارها في محاربة الإرهاب؟ نعم، بداية تحية لكم وكل عام وانتم بألف خير، وتحياتي لكم جميعا ولجميع مشاهديكم. يعني بداية هذه الزيارة تحمل خيارين والخيارين مختلفين جدا. الخيار الأول هناك عملية إعادة نظر في آلية ملء الفراغ، طبعا ليس فراغا في الجغرافيا السورية بل فراغا في آلية سرقة النفط السوري لصالح أمريكا. هذا الأمر كان يعول على التركي بأن يقوم به، إلا أن الجيش السوري بالتعاون مع الضوابط الروسية والتفاهم وإعادة التفاهم مع قيادات قسد الكردية والتنسيق بينهما قطعوا الطريق على تركيا، ولم يعد لتركيا أي حجة للدخول في المنطقة لأن الجيش السوري دخل منبج واتفق مع الأكراد. بالتالي لإيجاد بديل آخر في عملية المراهنة على الضغط على سوريا، هذا من جهة. أما من جهة أخرى فعلي اسمح لي أن أقول رأيي الخاص جدا في هذه القضية، أنا أعتقد أن الأمريكي يأتي هنا إلى تنسيق أمر آخر. يعني أنا أعتقد بأنه يأتي إلى تنسيق أمر لا يسمح لأن تذهب تركيا باتجاه تذهب سوريا باتجاه قطر وتركيا، بل بالعكس هو يدعو لأن تكون هي مع حلف عربي سعودي مصري إماراتي، وهذا ما أدعوه أنا وهذا ما أتمناه أنا. يعني عمليا أي موقف عربي مهما كانت الأمور ومهما كان هناك خلافات حتى بيننا وبين السعودية وأي دولة عربية، لا يمكن الأمر أن يرقى إلى درجة أن نكون
في محور آخر كالمحور التركي الذي هو راعي الإخوان المسلمين وراعي شرخ المحور كل خطوط العروبة وراعي كل أشكال التآمر على جميع الدول العربية. لذلك أنا أعتقد أن زيارة بومبيو هي في دفع لعدم وجود سوريا مع الخط التركي. أنا أعتقد أن هذا الأمر ممكن من جهة، ربما احتماله ضعيف جدا ولكنه احتمالات. أما الاحتمال الأهم الذي يبدو أكثر إمكانية هو عملية إعادة إيجاد ربما بديل عربي في محل الضغط للضغط للاستثمار في مناطق شرق سوريا، وهي مناطق الغنية غازيا وبالنفط عفوا وبمواد الفوسفات وغيره. نعم، إذا سيدي عرب كيف نضمن بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنت ذكرت أن سوريا قطعت الطريق، سوريا بالإضافة إلى عدد من المتحالفين مع النظام السوري قطعوا الطريق على تركيا للدخول إلى منبج والدخول إلى الشمال السوري، لكن كيف نضمن استمرار هذا الوضع؟ كيف نضمن ألا تدخل تركيا إلى الشمال السوري، ألا تحتل عدد من المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش السوري حاليا في الشمال السوري؟ نعم، بس اسمح لي، بس بالنسبة لكلمة نظام سوري، ليس هناك نظام سوري، هناك دولة سورية بعد بالنسبة. هذا أولا. أما بالنسبة للدخول تركيا، عملية دخول التحالف السوري وإعادة التفاهمات مع قيادات أسد والتي أعلنت بأن هذا التحالف يدخل من بيج ينسحب إلى دخول دولة سورية والجيش السوري إلى جميع شرق الفرات، بالتالي عندما يصبح الجيش السوري على الحدود التركية لا يعود هناك حجة للتركي. هذا من جهة. من جهة أخرى، التفاهمات التركية الروسية، حتى الروس أعلنوا وأكدوا بأن وجود الجيش السوري في هذه المناطق سوف يكون يمنع دخول الأتراك ويلغي الحجة والخطر الذي تتحجج به تركيا على مناطق الأكراد في شرق سوريا. بالتالي ليس هناك حجة أولا، وهناك قوى جيش سوري ثانيا، وهناك 300، وهناك تحالفات دولية كبيرة جدا. دولة سوريا أكبر من أن تتحدث عن نفسها بنفسها، بل هي دولة ضمن تحالف دولي كبير جدا، وهو تحالف منتصر اليوم. عندما نتحدث عن روسيا وعن إيران وعن الصين، نحن نتحدث عن منتصر. لذلك أنا أستطيع أن أقول أنه تحالف قوى عظمى وليس تحالف بسيط. ورغم قوة التركي ورغم مغامرات التركي، لا أظن أنه يجرؤ على القيام بهذا الأمر، خصوصا إذا لم يتم خرق التفاهم بين الدولة السورية وقيادات أسد. الولايات المتحدة تقول أنها رغم هذا الإعلان عن انسحابها من الشمال السوري لكنها تصر على محاربة داعش الإرهابي ومكافحة الإرهاب. أنتم في سوريا هل تعولون على الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، في محاربة داعش الإرهابي؟ نعم، عمليا البارحة أمريكا كان لها مجزرة في شرق دير الزور، وخلال العام الفائت كان هناك أكثر من 270 مدني من ضربات طيران تحت تحالف على مدينة دير الزور وجنوب غرب مدينة الحسكة فقط. دعني أضيف لك معلومة فقط، معلومة صغيرة بعد إذنك. عمليا الجيش السوري عندما انطلق بعملية مكافحة مسلحي داعش في البادية السورية والتي تبلغ مساحتها 12 ضعف المناطق التي بقي فيها داعش، تحررها بالكامل في 8 أشهر هو والقوى الصديقة والروس أيضا. لم يبقى من داعش في سوريا يا صديقي إلا نقطتين لا ثالث لهما. النقطة الأولى في محيط حقل التنف النفطي في محيط قاعدة التنف الأمريكية، والنقطة الثانية في محيط القواعد الأمريكية الموجودة جنوب غرب الحسكة وشرق الفرات في دير الزور. بالتالي ليس هناك داعش في سوريا إلا في محيط القواعد الأمريكية. بالتالي لولا أن أمريكا وقواعدها موجودة هناك لضربهم الجيش السوري. بالتالي أنا أعول على أمريكا فعلا في حماية داعش، أما محاربة داعش فالتاريخ لا يقول هذا والجغرافيا السورية لا تقول هذا. نعم، دعني أعود مرة أخرى إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكية إلى المنطقة وبدأها بإسرائيل. هل بداية هل أن يبدأ وزير الخارجية هذه الجولة بإسرائيل لها دلالة ما؟ نعم، عمليا بالتأكيد. خروج أمريكا من سوريا أو على الأقل إعلان أمريكا نيتها الخروج من سوريا، أكثر الناس الذين احتجوا عليهم الإسرائيليين، بالتالي يحسوا بأن هذا سيشكل خطر عليهم من ناحية توسع النفوذ الإيراني حسب زعم الإسرائيليين. لذلك أعتقد بأن هذه الزيارة وبدأت بإسرائيل وستضم عدة دول عربية هي عملية محاولة لإرضائهم، وأعتقد أنه سوف يقدم لهم ضمانات في هذه الزيارة، ولكن هذه الضمانات لن تكتمل إلا مع استكمال زيارته لباقي الدول العربية. أعتقد أن هناك سلة من الملفات التي يحملها بومبيو في
في رحلتي هذه الدول العربية، منها إعادة رسم خارطة التوازن العربية، ومنها إعادة رسم أيضا ما يسمى بالحماية، يعني خطوط حمر لحماية إسرائيل، ومنها أيضا محاولة إيجاد آلية جديدة تعوض عن خروج الأمريكي من سوريا من جهة، وشعوره بالضعف رغم تواجده في العراق. نعم سيد يعرب، مؤخرا لاحظنا أن عدد من الدول العربية أعادت فتح سفارتها في دمشق، أيضا هناك حديث عن أن هناك تفكير في إعادة سوريا إلى حضن الجامعة العربية أو عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية. هل تقرأ من هذه الأفعال هناك محاولة عربية لملء الفراغ الموجود حاليا في سوريا؟ عمليا أتفق معك في جزء كبير من هذا الأمر، هناك محاولة لمرة فراغ في سوريا، ولكن الأهم هو محاولة لمرة فراغ في الجامعة العربية. يعني اسمح لي أقول لك التحديات في الجامعة العربية اليوم كبيرة جدا، يعني إذا نظرنا إلى كثير مما واجه الخليج، إلى كثير مما واجه السودان اليوم، إلى ما يواجه حتى الجزء الأفريقي للوطن العربي، ليس الوضع بهذه السهولة. هناك تحديات كبيرة بالنسبة للوضع الفلسطيني، تحديات كبيرة بالنسبة لأوضاع كثيرة في الوطن العربي، وأظن أن أسوأها وأكثرها خطرا هو التدخل التركي الذي استطاع أن يجد له منصة داخل الوطن العربي، وهي قطر التي يعني لا تحمل من الحجم ربما حجم أصغر مدينة في أصغر محافظة في سوريا، وتتنطح لقيادة الوطن العربي اليوم، ولا تملك من أدوات القوة إلا المال والدعم التركي. بالتالي أنا أخشى كثيرا من هذا الأمر، وأنا أؤكد لك بأن هناك رؤية ليس فقط في سوريا بل رؤية عربية، وأنا أؤكد لك أنها موجودة في مصر. هذه الرؤية وهذه القراءة، هناك ضرورة لإعادة توحيد صف عربي ضد التدخل التركي الإخواني في الوطن العربي. هذا التدخل الإخواني يؤثر على أمن تونس، على أمن الجزائر، على أمن ليبيا، على أمن مصر، على أمن سوريا، حتى الخليج العربي بالكامل. بالتالي أنا أعتقد هناك ضرورة لزيادة الاصطفافات العربية، لزيادة حصار قطر ومنع إيجاد أي مدخل سمي لتركيا داخل الوطن العربي. هناك كثير من القضايا، خصوصا قضايا الصينية، قضايا كثيرة تحتاج إلى ثقل، يعني أنا اسمح لي أن أسميه الثقل السوري. يعني اليوم سوريا بتحالفاتها الإقليمية بخروجها منتصرة بانتصارها على أكبر هجوم إرهابي دعمه أكثر من 100 دولة على مستوى العالم، أعتقد أن هذه الخبرات سوف يحتاجها حتى الوطن العربي كاملا بالنسبة لقضايا محاربة الإرهاب، خصوصا أن هناك يعني أكثر من دعوة مصرية طبعا مشكورة جدا كانت ليم الشمل العربي، وتوجهات رئيس السيسي اليوم هي مصرة على إعادة الوحدة مع جميع الدول العربية، على تجاوز أي خلافات، على البعد عن التفاصيل الصغيرة. يعني هذا الأمر نقرأه في كثير من علاقاته مع الدول العربية وخوفه على الوحدة العربية. هناك دعوة لبنانية أيضا قدعتها لبنان لمناقشة هذا الأمر يوم الأربعاء، هناك دعوة عراقية لا يمكن التجاهل أهميتها، والوساطة العراقية في أكثر من مكان، رغم أنها قد تبتدي وساطة مع قطر، أنا لا أتمناها أن تحصل حتى الوساطة ولا النتيجة. نعم السيد يعرب خيربك المحلل السياسي السوري، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة، كنت معنا عبر خدمة سكايب من حمص. شكرا جزيلا، حدثتنا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى 8 دول في منطقة الشرق الأوسط. هذه الزيارة تأتي بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب القوات الأمريكية من الشمال السوري. إلى هنا مشاهدينا الأعزاء وصلنا إلى ختام ونهاية فقرتنا من الآن، حتى نلتقي في خدمة إخبارية أخرى. شكرا لكم ودمتم في أمان الله.